تقول أنا أريد أتعلم اللغة الإنجليزية، واللغة الإنجليزية لها وسائل، واحدة من وسائلها أنه مقاطع غنائية تعلم اللغة، تعلم الألفاظ والتلفظ الصحيح للغة الإنجليزية والكلمات. وهي تقول أكو وسائل أخرى، أكو وسائل أخرى وهي الطريقة القصصية أو السماع الأخبار باللغة الإنجليزية، أكو وسائل. يقول بس هذه أسرع، فيجوز لي أن أسمع الأغاني بالموسيقى كذا حتى أتعلم اللغة الإنجليزية. الجواب لا يطاع الله من حيث يعصى، لا يطاع الله من حيث يعصى. أنت ما تقدرين تتعلمين اللغة أو كذا وأكسب شهادة في معصية الله، ما يصير، معصية الله حرام. فاذهبي إلى الوسائل الأخرى. يا بشوية راح أتأخر، تأخري في طاعة الله، مو أنه أنا أتعلم وأسرع والله حتى لو كان على حساب ديني وعلى حساب رب العالمين. هذا لا يجوز أختي الكريمة.